موعدنا يتجدد معكم باش نناقشوا ونعالجوا موضوع جديد في علاقه بقطاع الصحه في تونس. اليوم موضوعنا باش يكون المعالجه والاستشفاء بالمياه بجميع انواعها، مياه البحر، المياه المعدنيه الى اخره. باش نحاولوا نفهموا المعالجه والاستشفاء هذا كيفاش يكون، الاهميه نتاعو، دوره في تنشيط عجله الاقتصاد والتحديات اللي نجم يواجهها. باش يكونوا معايا ضيفين نرحب بهم برشا، فرحانه انتم معنا في استوديو. ضيفتنا مدام مفيده بن نصر، مسؤوله على الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنيه والاستشفاء بالمياه. مرحبا بك مدام بن نصر. وضيفنا الثاني هو دكتور عبد الرؤوف عبد النبي، اختصاصي في طب العلاج بالمياه المعدنيه وخبير بالمعالجه بالمياه المعدنيه ومياه البحر والسياحه الطبيه. باش نتولي ومناقشة، مرحبا بيك، شرفنا. مرحبا بكم. المواضيع باش نتولي ومناقشتها على الاستشفاء بالمياه، كيف يكون، شنيا موقع تونس اليوم في العالم وكذلك على مستوى الداخلي، شنيا دور الاستشفاء بالمياه، هل هو طب دكتور، هل هو بديل للاختصاصات الطبية، شنو هو الدور اللي يلعب فيه اقتصاديا، وكيف ينجم يكون معناها دافع وميزة باش تخلي تونس تنفتح على أسواق أخرى وتطور مسيحة متاحة وحتى تجلب حرفاء جدد في الداخل وفي الخارج. البداية باش تكون مع الموسيقى أعزائي المستمعين، أقعدوا معنا. أتوتالاخ ماكسون تيترو ماكسون تيترو. مرحبا بكم من جديد. نرجع لموضوعنا، المعالجة والاستشفاء بالمياه بجميع أنواعها، دوره في دفع عجلة الاقتصاد. ما هو هذا القطاع اللي تونس تمثل فيه ثاني وجهة في العالم واللي العبيد ما عندهاش به معرفة كبيرة؟ ضيفية هما دكتور دكتور عبد الرؤوف عبد النبي، اختصاص في طب العلاج بالمياه المعدنية وخبير بالمعالجة بالمياه المعدنية ومياه البحر والسياحة الطبية، وضيفتنا هي مدام مفيدة بن نصر، مسؤولة على الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. تنجموا تابعونا على 103.6 في تونس، 104 في صفاقس، وإلا على باج فيسبوك متاعنا اكسبريس اف ام، وإلا على سيت ويب www.radioexpressfm.com. ننطلقوا ديريكتومون معك مدام مفيدة، كان تقدم لنا هذا القطاع وتقدم لنا الديوان، ديوان الوطني اللي انت تمثله معنا اليوم، تعطينا فكرة على المهمة متاعه، على دوره. أوكي. دونك شكرا جميلة على الاستضافة وفرصة جيدة باش نقدم القطاع هذا ونزيد نعرفه أكثر بالديوان. إذا القطاع هذا هو قطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعدنية. قطاع الاستشفاء بالمياه هو ينقسم إلى ثلاث أنواع، هو الاستشفاء بمياه البحر، والاستشفاء بالمياه المعدنية، والاستشفاء بالمياه العذبة. الاستشفاء هذا يتم في مراكز معدة للغرض، طبعا تحت في العادة يكون تحت إشراف طبي، والقطاع هذا يخضع لإشراف الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. واضح. الديوان مؤسسة عمومية ذات سبع غير إدارية، تأسست جوان 75، وهو موكل إليه مهمة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الاستشفاء بالمياه، ولا تنفيذ سياسة الحكومة في هذا القطاع. كيفاش تتمثل تنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال؟ أولا بإحصاء منابع المياه المعدنية الموزعة على كامل تراب الجمهورية، واللي وصلنا حاليا ما يفوق على 100 منبع مياه معدنية، بالإشراف على السياسات الترويجية والتسويقية الخاصة بالقطاع في الأسواق الأجنبية، والأسواق السياحية المجاورة، كذلك بالقيام بالدراسات الطبية، بإنجاز عمليات المراقبة في كل المراكز اللي هي تحت إشراف الديوان، وبإسناد التراخيص، خاصة وبإسناد التراخيص اللي احنا نعمل بنظام كراس الشروط في مجال خاصة قطاع المياه المعدنية المعلبة اللي تو بعد نحكيه عليه، نعطيه عليه فكرة أكثر. بالنسبة لقطاع الاستشفاء بالمياه، هو كما قلت سيادتك تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال الاستشفاء بمياه البحر.
مستفيدة في ذلك من خبرات الكفاءات التونسية، الكفاءات الطبية والإطار شبه الطبي، مستفيدة أيضا من قربها الجغرافي ومن انفتاحها الثقافي. وتعرف احنا إطاراتنا الطبية حتى في المجال اللغوي يتقنوا معناتها اللغات، بما يخلي أنه السائح حتى يجينا سائح فرنسي أو إنجليزي أو روسي أو حتى صيني، أصبح نستقطب حتى السياح من الصين، دونك ما عندناش صعوبة أنه نتعاملوا مع مختلف الجنسيات السياحية. دونك تونس عندها ديزاتو أو لنقول ميزات تفاضلية مقارنة بباقي الأسواق العالمية، طبعا إضافة إلى موقعها الاستراتيجي جغرافيا ومناخيا اللي يخلي عدد من السياح مع عدد كبير يجيوا لتونس بغاية الاستشفاء بالمياه. واضح، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على التقديم هذايا، واضح وسلس ونحسوا فيك روح الوطنية مدام بالنصر وبالحق في بليزير. معناها اللي قبيلة اون اوف سألتك على الرانكينج نتاع تونس، اون اي توجور دوزيام او موند، سا في فريمون بليزير، الحمد لله ما طحناش، ان شاء الله يا ربي نوليو الويلة، اي باش نشوفوا معاكم مع سيدتكم زوز كيفاش نجموا نوليو الويلة، علاش لا اذا كان معناها نرفعوا التحديات اللي اليوم احنا صحيح ثانيين كما يقولوا بعد فرنسا، ولكن لعلمك انه ما يفوق 30% من السياح اللي يجيو للمراكز هما من فرنسا، يعني سون دي فرونسي، دونك سي بارادوكسال مي هذيك هي معناتها الحقيقه. واضح واضح، تري بيان، باهي، يعطيك الصحة مدام النصر. باش نتعدى مع الدكتور عبد النبي. دكتور عبد النبي، باش هي مدام بالنصر ذكرت ثلاثة مهمات إذا صح التعبير للديوان، احنا باش نركزوا على مهمة الاستشفاء بالمياه، معناها دوره في الاستشفاء بالمياه. هل سي اون سبيسياليتي، هذه اختصاص نتاع طب الاستشفاء بالمياه، وإلا خاطر ديما في مخيلة المواطن هي حاجة ترفيهية، يقول لك سبا نعمل تلاسوثيرابي سبا، الوغ كو فما كاريمون، ولا باش يمشي الحمام مثلا، حمام زريبة نقولوا احنا، حمام بورقيبة في عين دراهم، ديما ماشي بينا اللي هي حاجة مكملة معناها، وإلا ترفيهية، في حين أنه هذايا اختصاص طب يعالج أمراض والنتائج نتاعو معناها هايلة. ممكن نخلي لك المجال باش تحكي لنا شوية على هذا الاختصاص دكتور. شكرا للاستضافة، مرحبا بكل المستمعين. فعلا كما قلت، راهو المعالجه بالمياه كمياه البحر او مياه المعدنيه ولا حتى مياه العذبه، هي راهو مجال طبي علاجي وبقائي وترفيهي في نفس الوقت. التوشاتو دونك معناتها هو اكبر دليل لكونه مراكز العلاج بالمياه، مياه البحر والمياه المعدنيه، اولا ساعه تحت اشراف سلطه وزاره الصحه، نقول وزاره الصحه، دونك تم سبل علاجية داكورد، ويا دي زانديكاسيون كوم يا دي كونتر انديكاسيون تنشوفوهم. ثانيا الصندوق الوطني للتأمين على المرض لاكنام الاسيغ البرون اون شارج معناتها لي مالاد هذوما، دونك مش باش تبعثهم باش يتفرهدوا بركة، إلا أنه ثم أمراض اللي تتعالج فعلا في المراكز الاستشفائية هذيا. أمثلة مش أمثلة بركة، لكن لي زانديكاسيون اللي معروفين، أولا نسع أمراض المفاصل الروماتيزم، وإحنا نعرفوا كيفاش مرض الروماتيزم والمفاصل راهي توصل للإعاقة، حاشاكم وعافاكم الله، معناتها إذا ما ناخذوهاش بالأول ونسترجعوا الحركية متاع الشخص، ينجم يوصل معناتها لا قدر الله للشلل النصفي، ينجم يكون معناتها الحركية متاعه تتعطل، ومن غاديك تكون معناتها أسباب لأمراض مزمنة أخرى، ضغط الدم، السكري، أمراض الغدد، دونك ثم جانب علاجي وقائي. ثم أمراض الجلدية كالصدفية، اللي معناتها حتى المختصين في الأمراض الجلدية يبعثوا للمراكز الاستشفائية لمعالجة نوع المرض هذا اللي هو مزمن. الصدفية هي شنية بالفرنسية؟ البسورياسيس. البسورياسيس. داكوغ. مرض الجهاز التنفسي، سيرتو معناتها لازم الربو، معناتها ونعرفوا احنا لازم معناتها نلقاو برشا معناتها سوا دوريجين اليرجيك ولا لا، معناتها نبعثوا كالصغيرات لي جون ميم لي زادولت باش يعملوا كالكور تاع 2-3 سيمان، واحنا قمنا بابحاث معناتها في المجال هذايا، ابحاث طبيه، ولنا ما نجموش نتعداو من غير ما نسلطوا الاضواء على الديوان المياه المعدنيه اللي معناتها قام بعده دراسات في المجال هذايا، امراض المفاصل، امراض الام الظهر، سواء كان في المركز الاستشفائي بجبل الوسط ولا في جربه ولا في غيره، والابحاث الطبيه هذه اللي كانت على
إيشال انترناسيونال وأثبتت المزيد من قيمة العلاج هذايا. في الأبحاث هذايا بينا لكون المعالجة بالمياه المعدنية والمياه البحر نون سولمو لاميليور لا كاليتي دو في نتاع البشر سواء كان من ناحية العلاجية الوقائية النفسية، لكن زاد برهنت لكونها تنقص من استهلاك الأدوية. ونشوفوا احنا الأدوية دابور لي ان امباكت ايكونوميك ça coûte cher qu'on le veuille ou non aussi bien pour le malade que pour l'état. نشوفوا المضاد نتاعهم، نشوفوا الاضرار، خاطر كل ادويه عندها حتى انعكاساتها. الوغ العلاج بالمياه المعدنيه ولا مياه البحر هي معالجه ناتوريل لا با ديفي سكوندير، سوف كو كيما قلت لك ثم دي كونتر انديكاسيون اللي بسيطه باش نرجعوا نحكيوا عليها. ثم زاد امراض لا محمد رسول الله جلدية، مرض جهاز تنفسي، بعض أمراض النساء، سختن مرضي جينيكولوجيك. الطب الرياضي عنده مكانه بلاصة كبيرة مع تطور المراكز الاستشفائية. نشوفوا كيما مثلا جبل وسط، حمام بورقيبة، قربص، مراكز استشفاء بمياه البحر زادت تستقطب العديد من الفرق الرياضية سواء كان للاسترخاء سي لو ديغريساج ابخي لي كومبيتيسيون والا دي بور دي ساج دو بريباراسيون. وطرق العلاج تنطرق عليها هي تكون الدافع الأساسي مع نوعية تركيب المياه. احنا توا باش نحكيو شنو ما اللي يخلي من المياه هذه تعطي الفايدة الطبية والعلاجية. واضح واضح جدا، يعطيك الصحة دكتور. باش نرجعوا على المراكز الموجودة اليوم في تونس، ظهر لي عددها مش كبير برشا. شنو عندكم مراكز نتاع الاستشفاء بالمياه اليوم؟ أولا ساعة ديما نقولوا اللي المياه المعدنية كلها تحت إشراف ديوان المياه المعدنية لأنه هو اللي يقوم بالتركيبة لا كومبوزيسيون فيزيكو شيميك إلى مينيراليزاسيون دو ساك سورس. ومن التركيبة هذيك احنا كلجنة طبية علمية نعرفوا شنو هما الفوائد العلاجية من الكل نوعية متاعي. يعني ديوان يقوم بتحليل التركيبة، بالتحاليل، وعنده لجنة طبية علمية اللي تجتمع ونحدوا شو هما الفوائد متاع كل سورس ترمال. يعني كل سورس كل عنده فوائد متاعها وطرق العلاج متاعها. سبحان الله، معني كل سورس عندها، لأنه هذايا مناش يندرج من التركيبة متاعها. طمعين غنية بالأملاح المعدنية، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلور، الصوديوم، السوفر اللي هو سيت ان اونتي اليرجيزون، على ذاك نستعملوه في الحساسيه سواء كان مرض الجلده والا جهاز التنفسي. المراكز الاستشفائيه اللي تو موجوده بالمياه المعدنيه رغم ان عندنا اون ريشيس تري امبورتون كما قالت مدام مفيده معنا، يا اون سونتين دو سورس، مي مالوغوزمون جوسكا ميتنون تم 4 ستاسيون ترمال اللي هما ميديكاليزي معرب بهم وطنيا عالميا بوزارة الصحة، منظومة معناتها استرجاع المصاريف لكنام لي زاسيغونس مالادي اللي هما جبل الوسط في عندرا في زغوان. هو زاد لنا نقولوا هو المركز الوحيد اللي مازال تابع الدولة ويقوم معناتها بالفورماسيون، يقوم معناتها عنده مجال لبس به ويستقطب العديد من المرضى. ثم حمام بورقيبة في عندرام، ثم جربه وثم قربص. واضح هذوما اللي توا قاعدين يخدموا. ثم مراكز اخرى في دور الانجاز وان شاء الله قريب يحضروا. ثم المحطه الاستشفائيه في قبسه، ثم محطه استشفائيه في بني متير. دونك هذوما مراكز اللي قدره تربي بالعكس باش تكون عندهم معناتها زاده فايده كبيره ويستقطبوا العديد سواء كان من مرضى تونسيين ولا من الاجانب. يعطيك الصحة دكتور. مدام بن نصر، علاش البوتنسيال هذا الكل 100 سورس 100 عين يمكن أكثر هذايا المية الغوسونسي وفي مقابل أربعة مراكز فقط؟ هل هي مسألة إمكانيات، مسألة دراسات؟ هو السؤال ذكي. هما أربع محطات استشفائية فقط، معناتها محطات عصرية، لكن فما تقريبا 50 حمام معدني
ولعلمك طبعا يساتيسفيك راس الشروط طبعا 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 اي طبعا هو تحت اشراف الديوان الوطني للمياه المعدنيه والاستشفاء بالمياه اللي نراقبوهم ونشوفوا شروط حفظ الصحه في الحمامات هذوما ومعناتها وجلهم يستجيبوا طبعا للمواصفات الصحيه الضروريه. الحمامات هذوما يستقطبوا سنويا ما يقارب 3 ملايين ونص زائر موجودين خاصه معروفين هما الحمامات كي نقول انا الحامه باغ اكزومبل جابس توزر قربص الزريبه دونك فما 5 محطات استشفائيه وتقريبا 50 حمام معدني وفما منابع اخرى كما سمح شنو فرق بينيتو معناه مركز كي نقولوا مركز معناه بريز ان شارج توتال يبيت محطه استشفائيه عصريه مندمجه يعني فيها الاقامه وفيها الاطار الطبي وشبه الطبي محطه عصريه. بالنسبه للحمامات اقل درجه طبعا فما حمامات نجم تقول مودرن شويه لكن فما حمامات اقل درجه في التصنيف. لنا جوست نتدخل سامحوني بعد اذنكم طبعا. المحطات الاستشفائيه هي محطات طبيه تخضع لأسس معناتها ثم أطباء ثم معناتها تقنيين ساميين لعلاج أمراض والأطباء هي توجه المرضى نتاعهم. الحمامات الاستشفائية التقليدية تستعمل في مياه معدنية اللي مرخصة فيها الديوان وثم مراقبة ليجيان سي لو كونترول ديجيان شروط حفظ الصحة لكن ماهيش طبية ما تلقاش طبيب لأن العباد تستعملها حتى للعلاج يمشي راهو يتفرها ثم نتيجة لكن ماهوش باش يعالج ماهوش باش يلقى انكيني ماهوش باش يلقى طبيب ماهوش لكن تقعد الفايده نتاعها حاصله وهذوما علاش كل صراحه معناتها ثم برشا حمامات ما نجموش نعطيهم الصبغه الطبيه لانه اولا ساعه العين لو ديبي ماهوش تري امبورتون احنا عندنا بعض مراكز تقليديه نحبوا نخلقوا منهم مركز صحي استشفائي لكن لو ديبي دو لا سورس ني با سوفيزون بور فير دي بيسين بور فير معناتها بليزيور سوان علاش قلت لك انا من بعد نشوفوا شنو طرق العلاج. واضح يعطيك صح دكتور عبد المجيد ميرسي مدام بن نصر. نخرجوا فاصل نسمعوا الاخبار ونرجع معكم ديريكتومون نو كيتي با توت الوغ.